انطلقت في الكويت اليوم أولى خطوات اعتماد الكويت مركزا تدريبيا دوليا للإطفاء والإنقاذ البحري من خلال دورة تستمر حتى الثلاثاء القادم، ويشارك فيها 26 مشاركا يمثلون 14 دولة. أعلنت الإدارة العامة للإطفاء اليوم افتتاح الدورة الدولية للقيادة الوسطى للحوادث بمشاركة 14 دولة شقيقة وصديقة، باعتبارها نواة اعتماد دولة الكويت مركزا تدريبيا دوليا للإطفاء والإنقاذ البحري. وأعرب مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق يوسف الأنصاري عن الفخر والاعتزاز بانطلاق الدورة الدولية الأولى من نوعها إقليميا، مؤكدا أنها نواة اتفاقية اعتماد دولة الكويت كمركز تدريبي دولي للإطفاء والإنقاذ البحري. وقال الفريق الأنصاري أن الدورة التي بدأت اليوم تقام في دولة الكويت للمرة الأولى بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل. وأضاف بأن هذه الدورة تشهد تدريب 26 مشاركا من 14 دولة، منها دول عربية وغربية وأسيوية، بحضور مراقبين من المنظمة الدولية للحماية المدنية، مؤكدا أن الدورة تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للإدارة ومشاريعها المتعددة بإقامة دورات متخصصة بعد انضمامها إلى المنظمة الدولية. وأوضح الأنصاري أن أهداف الدورة تتماشى مع إطار نظام القيادة الكويتي لإدارة الحوادث، حيث أنها تأتي على 3 مراحل، وهي القيادة العليا والقيادة التكتيكية وقيادة العمليات. وأعرب الأنصاري عن الإيمان بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الأجهزة المختصة من مختلف دول العالم، الأمر الذي يساهم في تطوير جهاز الإطفاء علميا وفنيا من خلال تبادل الخطط الاستراتيجية مع الضباط من القيادات الوسطى المعنيين.